السلام عليكم ورحمة الله. زوار قناة وهلور سبيس، مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث الذي سنرى من خلاله تصحيح التمرين الثاني من الفرد المحروس. فالتمرين الثاني يقول أننا نعتبر الدالة f دو x التي تساوي x ناقص 1 على x الإكسبونونسيال دو x. إذا دائما للتذكير، فاللي مازال ما تابونا في لاشين ديالنا غادي الفرصه يضغط على الزر الاحمر لكي يصله الجديد ولكي يشجعنا على مواصله العمل. فقلت دائما كذلك بان خصكم توقفوا الفيديو، هذا التمرين ها هو، حاولوا تلقاو الحل ديالكم ديالو بوحدكم، ديروا مجهود قبل ما تشوفوا الحل. اذا السؤال الاول، احسب لا ليميت نهايه على يمين صفر ثم النهاية على يسار صفر ثم النهاية في ناقص ما نهاية ثم أعطي تأويلا هندسيا. إذا سنكتب الدالة f دو x تساوي x ناقص 1 على x مضروبة في exponential دو x. إذا دائما أنا كنقول وقت ما تعطاتك شي دالة حاول تشوف لها مجموعة التعريف ديالها هي الأولى، دونك دي دو اف واخا ما طلبهاش ليك نحاول نقلبو عليها. إذا دي دو اف هنا تكافئ أن إكس يجب أن يخالف الصفر، يعني هي مجموعة النقط التي تنتمي إلى إر بحيث أن إكس يجب أن يخالف الصفر. إذا فدي دو اف هي إر نجمة اللي هي بالمجالات من ناقص ما لا نهاية تال صفر مفتوح اتحاد صفر تال زائد ما لا نهاية. إذا فمجموعة التعريف هي اللي كتعطيك النهايات، المحددات ديال النهايات. كتبان لنا عندنا نهاية موال انفيني، عندنا نهاية أيضا على يسار صفر، وعندنا نهاية على يمين صفر، وعندنا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا هادو هما النهايات اللي خصنا نحسبو ونعطيهم التأويل الهندسي. في الأول طلبوا لنا فقط ديال صفر على اليمين وصفر على اليسار وناقص ما لا نهاية، هادو هما النهايات اللي طلبونا في الأول. على يسار على يمين صفر وعلى يسار صفر وفي ناقص ما لا نهاية. إذا نبدأ بالنهاية على يمين صفر ونعطيها التأويل الهندسي. لا ليميت على يمين صفر ديال اف دو اكس هي لا ليميت على يمين صفر ديال اكس ناقص واحد على اكس. كنعوض الدالة هنا نحطها بعدا هي الاولى، نكتب الامور ديالي بدقة دقة. يساوي نعوضو صفر، نشوف اش غيعطينا، صفر ناقص واحد على صفر زائد مضروبة في او والصفر، الشيء اللي غيساوي صفر ناقص واحد هي ناقص واحد على صفر زائد مضروب في أو أس صفر هي واحد، أي عدد أس صفر فهو يساوي واحد. اللي كتساوي بدورها ناقص واحد على صفر زائد هي ناقص ما لا نهاية مضروبة في واحد هي ناقص ما لا نهاية. إذا النهاية على يمين صفر هي ناقص ما لا نهاية، معنى أن المستقيم دابا التأويل الهندسي، المستقيم المعادلة ديالو اللي هو إكس كيساوي صفر فهو مقارب عمودي ل سي إف، يعني تمثيل المنحنى ديال الدالة، بجوار ناقص ما لا نهاية. هذا التأويل الهندسي للنهاية الأولى. ثم شوفوا الآن النهاية على يسار صفر ديال اف دو اكس نفس الإجراء نفس الطريقة، غادي نحاولوا بعدا نوصفوا هاد الدالة اكس ناقص واحد على اكس اللي اكس، نحاولوا نعوضوا. بعض المرات كتعوض كتلقى الشكل غير محدد، بعض المرات كتعوض كتخرج مزيانة. اللي غتساوي إلا عوضنا صفر غتعطينا
صفر ناقص واحد على صفر ناقص مضروبة في أو أس صفر، اللي كيساوي ناقص واحد على صفر ناقص مضروبة في أو أس صفر هي واحد، اللي غتساوي ناقص واحد على صفر ناقص هي زائد ما لا نهاية، لأن واحد على صفر ناقص كيدينا ناقص ما لا نهاية، مع ناقص غتولي زائد ما لا نهاية مضروبة في واحد اللي هي كذلك زائد ما لا نهاية. إذا أيضا المستقيم هذا التأويل الهندسي إكس يساوي صفر مقارب عمودي ل سي اف بجوار زائد ما لا نهاية. هذا هو التأويل الهندسي. بقي الآن النهاية الثالثة، لا ليميت في ناقص ما لا نهاية ديال الدالة اف دو اكس، اللي هي لا ليميت ديال اكس ناقص واحد على اكس ناقص ما لا نهاية او اكس، اللي غتساوي غنقسمو الدالتين غتولي بحال عندك لا ليميت ديال اكس ناقص واحد على اكس في لا ليميت ديال او لي اكس في ناقص ما لا نهاية، بحال دالة في دالة. اذا ممكن نقسمو لي ليميت، كنعرفو ان لا ليميت ديال اف فوا جي تيقال لا ليميت ديال اف ولا ليميت ديال جي. حنا كنعرفو بان ملي كيكون عندنا حدودية من الدرجة الاولى هنايا وحدودية من الدرجة كناخدو اكبر حد هنا، الحد دو اكبر درجة، وفي المقام ايضا ناخدو الحد دو اكبر درجة. اذا هادشي غيساوي ندير هنا لا ليميت ديال اكس على اكس عندما نقولو اكس هنا، انا غادي معكم دقة هنا كناخدو اكبر حد هنا هو اكس وفي المقام هو اكس، في حنا كنعرفو بان النهاية ديال الاكسبونونسيال في اكس اللي شتوها في الدرس هي صفر، اذا هادشي كيساوي واحد لان اكس على اكس هي واحد، واحد في صفر تساوي صفر. التأويل الهندسي، التأويل الهندسي كون قلنا جاب الله لقيتي في لا نهاية كيخرج لك عدد، إذا كتقول أن المستقيم إيكغيك كيساوي داك العدد اللي خرج ليا اللي هو صفر، فهو مقارب أفقي لي سي اف بجوار، فين كانت النهاية؟ بجوار ناقص ما لا نهاية. إذا هادو هما نهاية السؤال ألف، هذا السؤال ألف بالنسبة للسؤال الأول. أولا ألف، الآن نشوفو السؤال ب، أحسب النهاية في زائد ما لا نهاية ديال اف دو اكس والنهاية ديال اف دو اكس على اكس، كنلاحظو أن الطريقة كنحاول نبحثو على الفروع اللانهائية، ثم أول نتيجة هندسيا. إذا نحسبو النهاية في زائد ما لا نهاية، هنا لا ليميت، لا ليميت زائد ما لا نهاية ديال اف دو اكس. إذا مزيان كتبو هادشي كامل بالنسبة للتحرير راه مهم في الامتحان الوطني، وكل حاجة لقيتيها كتقول لي علاش. يساوي غنفرقوهم تاني، غنقولو لا ليميت ديال اكس ناقص واحد على اكس مضروبة في لا ليميت ديال او لإكس زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. حنا كنعرفو بأن أكبر حد هنا هو إكس، وأكبر حد هنا ملي كيكون عندك الحدوديات، كنقولو الحدوديات هنا ما فيهمش جذر مربع، كيكون غير لي زيكس مثلا إكس أس اثنان إكس أس ثلاثة، كتاخد أكبر حد هنا بداك العدد اللي حداه، بعد ما كتلقى جوج إكس أس اثنان ولا أربعة إكس أس ثلاثة، المهم داك الحد كامل بالمعامل ديالو على داك الحد الآخر هو، هنا عندنا إكس على إكس هي واحد. حنا كنعرفو بأن النهاية ديال الإكسبونونسيال في زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. إذا هادشي كيساوي زائد ما لا نهاية. تأويل قبل التأويل الهندسي خصنا دابا نشوفو واش كاين شي فرع لا نهائي، ملي كيخرج ليك النهاية في بلوس لانفيني أولا في موال لانفيني مثلا، حنا في موال لانفيني هاد المرة ما خرجتش لنا، خرج لنا فيها صفر، دابا حنا في بلوس لانفيني خرجت لنا بلوس لانفيني، كننتقلو للنهاية ديال اف دو اكس على اكس،
نشوفو اش غتعطينا. هي النهاية ديال x ناقص واحد على x exponential دو x الكل على x في زائد ما لا نهاية. غنهبط هذه لتحت غتعطيني لا ليميت ديال x ناقص واحد على x مضروبة في لا ليميت ديال e لي x على x. بحال جديد هذا العدد هذا كامل ونزلته هنا تحت الكسر، بيبقى غير او دو اكس على اكس. هذه كنعرفوها كتساوي واحد، لان قلنا اكبر حد مع اكبر حد هي اكس على اكس هي واحد. في اذا في الدرس شفتوا بان النهايه في زائد ما لا نهايه ديال او اكس على اكس هي زائد ما لا نهايه، اذا كذلك تتساوي زائد ما لا نهايه. التاويل الهندسي نقول ان اذا هنا كنجيو هنا كنقولوا سي اف، راه عندكم هادشي في الدرس، يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتب إذن هذا هو بجوار زائد ما لا نهاية. إذن السي اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتب، أو لا بتقول إكس كيساوي صفر هو المستقيم ومحور الأراتب والمعادلة ديالو هي إكس كيساوي صفر. إذن أنه يقبل فرع شلجميا، بحال عندك غادي في بحال عندنا هذا هو المعلم، أنه غادي في هذا الإتجاه، أن المنحنى ديال الضلع يكون غادي هاك الفوق اتجاه محور الأراتيب. الآن المطلوب هو حساب المشتقة. هذا السؤال الثاني ألف، بين أن المشتقة ديال الدالة إف دو إكس هي إكس أستثنى ناقص إكس زائد واحد، على إكس أس اتنان مضروبة في إكسبونونسيال دو إكس. إذا نحسبو هذا المشتقة. ثانيا ألف إف بريم دو إكس، بعدا نكتبو إف دو إكس هي الأولى، مزيان عاد تكتبو الأمور باش ما تعرف، راه كيعاود ينسى كيعاود مع الإمتحان كيعاود يسها، كيكون كيكتب شي دالة تيكتب شي دالة أخرى، إذا داكشي لي بينزل ليه الشيخ غنكتبو قدامي بعدا نشوفو. عندنا كتلاحظو بأن هاد الدالة تتكون من جداء دالتين، عندنا الدالة الأولى هي إكس ناقص واحد على إكس، دالة متخطة، ثم دالة أسية اللي هي ليكسبونونسيال دو دو إكس، هادي في هادي، وحنا كنعرفو بأن جداء دالتين كي كنديرو ليه، إذا إف بريم دو إكس يساوي كنديرو المشتقة ديال الأولى ها هي مضروبة في الدالة الثانية، وكنديرو زائد لأن هنا الضرب، زائد الدالة الأولى هاد المرة بدون اشتقاق، مضروبة في الاشتقاق ديال الدالة الثانية، أولا ديال المشتقة ديال الدالة الثانية اللي عجبك، هو الضرب راه تبادلي. هادشي يساوي المشتقة ديال هاد الدالة، كنلاحظو حتى هي كتكون من دالتين، كاينة دالة فوق اللي هي حدودية من الدرجة الأولى إكس موان زا، وكاينة إكس لتحت. إذا كتلاحظو ملي كيكون عندي الكسر أش كندير، كندير المشتقة ديال الأولى في الثانية، المشتقة ديال البسط في المقام، ناقص هاد المرة المشتقة ديال المقام في البسط على المقام الاستثنان، داكشي اللي غندير. المشتقة ديال إكس ناقص واحد هي واحد، واحد مضروب في إكس هو إكس، ناقص المشتقة ديال إكس هي واحد ديال المقام هي واحد مضروبة في هادي هي ناقص إكس، هاد المرة زائد واحد، لأن ناقص ناقص غتولي زائد على المقام الاستثنان. هادشي كامل مضروب في ليكسبونونسيال دو إكس زائد، هادي غنخلوها قلنا كما هي. أشني هي المشتقة ديال ليكسبونونسيال؟ هي نفسها، إكسبونون دي إكس هو مشتقة ديال إكسبونونسيال دو إكس هي إكسبونون دي إكس، عندي عامل مشترك اللي هو إكسبونونسيال دو إكس نتليه، عندي إكس ناقص إكس هي صفر، بيبقى ليا تما واحد على
x استثنان زائد x ناقص واحد على x مضروبها في الإكسبونونسيال دو x اللي قلنا عامل مشترك. بعد حساب عندنا المقام الموحد هو x استثنان، إذا مادام هنا كاين المقام هو x استثنان مغنمسش هاد واحد، هنا باش يولي x استثنان غنضرب هنا في x، إذا ضربتي هنا في x غتولي هنا زائد x استثنان وهنا غتولي ناقص x، هادشي كامل مضروب ل x. إذا المشتقة في النهاية تساوي نرتبها للحدودية كتعطيني x استثنان، كنبداو بأكبر حد الحد اللي عنده أكبر درجة زائد واحد على x استثنان ل x، وهذا هو المطلوب. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ثم مطلوب السؤال اللي إن شاء الله غتشوفوا التصحيح ديالو في الفيديو الماجي، هو نشوفوا الإشارة ديال هاد إف بريم ونديروا جدول التغيرات ونكتب المعادلة ديال المماس سي إف في النقطة واحد صفر، ثم نحسب أيضا إف موان زان وننشئ محور المنحنى الدالة. اذا ما تنساوش تبارطاجيو هذا المحتوى مع الاصدقاء ديالكم هذا الفيديو، وزورونا في الموقع ديالنا ايضا wahrourspace.com، وايضا صفحه فضاء الرياضيات على الفيسبوك. اللي ما تابوناش يتابونا. الى ذلك الحين هو الاستاذ رشيد وهرو يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.